بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ان هذا مصاب جلل على فقدان هذا الرجل العظيم الذي اسس هذه الدوله وبناها على مدى نصف قرن من الزمان. نحييه ونتمنى ان شاء الله ان يرزق ربنا بجناته وأن يوفق هذا البلد والشعب العماني لما فيه الخير والسؤدد. للعلم، مجلس العائلة قد اجتمع في وقت سابق وقد وافق على تثبيت من هو في الوصية التي تفضل بها جلاله، إكراما لهذا الرجل وتقديرا له وتعزيزا لمكانته ولسمعته وسمعة عمان أمام الغيب. فنحن كلنا هنا أمام مسؤولية جسام، مسؤوليات جسام، وعلينا أن نبذل كل جهد في سبيل هذا البلد وفي سبيل تقدمه وحفاظا على أمنه وسلامته.